L'interview. انترفيو بورتري باش يكون مع جميل السيسي ممثل ومخرج مسرحي هو ضيفنا اليوم. نحكي على عديد الاعمال بالحق. جميل السيسي معناه قد ما تسمي شويه، عندك عصفور سطح، بزنس، حرب الخليج، ماذا بعد، سيفيه في حلق الواد ولا سيف حلق الواد، كلمه رجال، تلفزيجيه، سفره جميله، نلقاو في المسلسلات زاده نلقاو ورده، قمر سيدي محروس، خطاب على الباب، جاريه حموده، وعديد عديد الاعمال بالحق. القائمه تطول، يمكن نجمو حتى الانترفيو ما نعملوش ونقعد نسميه فقط في الاعمال التلفزيونيه السينمائيه المسرحيه لجمال السيسي. فرحان برشا باش يكون هو ضيفنا اليوم كيما كل سبت باش تستانسوا بالبورتري هذا. جمال السيسي مرحبا بك. وبيك وبالناس اللي تسمع فينا، وبما انه تو تعدينا للديجيتال زاد الناس اللي تتفرج فينا بالضبط، وان شاء الله نعديو سويعه باهيه. ان شاء الله ان شاء الله باش يكون سويعه باهيه باش نحكيو باش نحاولوا نكتشفوا جمال السيسي. الناس تعرف في التلفزه، تعرف في المسرح، تعرف في السينما، لكن قال لي ثم اللي ما يحبوش يسال الكلمه جمال انسان. عرفت قولك جمال الانسان، شكون جمال كي يكون بعيد على الكاميرا، كي يكون بعيد على خشبه المسرح، كي يكون بعيد على الاضواء، شكون جمال هذاك؟ علاش اول سؤال نساله لك، وبكل سبونتانيتي اللي في العالم، لو تعمل كتاب على حياتك جمال، اخر جمله شنو هي تكون في الكتاب؟ نقول لولا الفن لما كانت الحياه. لولا الفن، لولا الفن لما كانت الحياه. هل الفن هو اللي لولا الفن ما نجم نقولوا جمال السيسي معناها وجوده مرتبط بالفن، ولا ماكش من نوعيه الناس اللي قلت لي والله كان ما نطلعش انا ممثل او مخرج راني نخدم في حاجه اخرى بالنسبه ليك الفن او لا؟ لا معناها انا اذا كان كتبت كتاب، كي نكتب كتاب نقول فيه حاجه في الفعل فعل حاجه اللي عملك يعني. اما لا، اما اكيد انه معناها فهمتي اذا كان انسان يتلز، تصور انت لا قدر الله صارت اغيره شنو نقعد نشد معناها فهمتي لازم نعمل الفن، ما لازمني باش نعيش. ولو انه الفن في تونس ما يعيش، لكن رغم هذا وقت اللي فما معناها الظروف ما تخليش الانسان انه باش يمارس الهوايه نتاعو ولا الفن نتاعو ولا المهنه معناها كفن، الفن كمهنه، تولي ينجم يعمل حاجه اخرى. اما ماذا بينا احنا انسان ما انه فنان يمارس مهنته. جميل برشا ناس يقولوا وكلمتك هذه ماكش اول واحد يقول انه فكره الفن ما يعيش، وهذه تقريبا الكلمه اللي توارثوها اجيال. معني يقول لك جمال السيسي ماهوش اول واحد يقول الكلمه هذه، مال علاش يختاروه الفن؟ شنو هو السبب اللي يخلي جمال السيسي مثلا يعرف انه الفن ما يعيش؟ اوكي هذا ماهوش تصريحك انت فقط، لكن علاش يتم اختيار الفن؟ لماذا جمال السيسي اختار الفن؟ هو فما ساعة البدايات تبدأ معناها إنسان وقت اللي يمارس أو يبدأ يمس في الفنون هذه، فما نوع من الغرام، فما حاجة تكتشفها في ذاتك اللي ما تعرفهاش شنية، اللي هي هاك المحبة لك الشيء هذاك تبدأ تكتشف. المسرح أبو الفنون، يخليك تكتشف ذاتك، تعطي ثقة في روحك، تحل بيبان كبيرة معناها فهمتي على فنون أخرى، تولي عندك شغف للقراءة، شغف للفرجة، شغف للاطلاع على الميدان هذايا وعلى العالم هذايا اللي هو عالم كبير. تحصل على اساس انه في فتره على اكيد انه الناس الكل اللي في عمري ولا في على ولا سبقوني كانوا كيبداو الفن بداو في عائلاتهم، كانت فما ضمانه معناها اجتماعيه الحقيقه، معناها وقت اللي تبدا في دار بوك وامك ما يطالبوكش برشا معناها معناها قال الاخر انتاج على مستوى الاعانه، فهمت تقول انت ولا باش تعاون باش تسكرت الضوء ولا الماء هاكا عايش. لكن من بعد تحل الدار تلقى الدنيا عمال ماشيه تصعب، زيد الظروف نتاع الفن في تونس ظروف غير عاديه جد معناها بالكل. هاك ترى في معناها احنا نعملوا عروض مسرحيه ما نخلصوا عليهم، معناها نصرفوا عليهم العروض المسرحيه قبل البرمجه، ما نخلصوا عليهم كان بعد 4 و5 شهور وبعد 6 شهور و7 شهور، حتى الدينار ما عندوش نفس القيمه، السوق ماهوش هو، كل شيء يتبدل، كل شيء يتبدل. عندنا تقريبا 12 قناه تلفزيونيه لكن الانتاجات التلفزيونيه نقصت. التلفزه الوطنيه كانت والتلفزه معناها والقناه الثانيه كانوا يعملوا في 4 مسلسلات ولا يعملوا في مسلسل بالسيف في العام، في العام شوية. رمضان عامنا عملنا 3 مسلسلات. فما فتره معناها اي انسان تجي فتره نتاع ازدهار تقول انت ولا فهمتي الذروه نتاع الوجود نتاعو، من بعد تنقص معناها معاش مطلوب اكثر على خاطر فما هالموج الموجه معناها ديما نتاع هذا مطلوب عندك باش تراها، معناها تحل الفريجيدير تلقاها فهمتي الممثل. من بعد معاش تلقاه معاش موجود تصعب عليه الدنيا، وخاصه الممثل المتفرغ
كيفي انا كيما جمال المداني وعديد منا يحييكم للتمثيل. التمثيل نخدموا نصوروا ما نخدموش ما نصوروش. فما عندنا اصدقائنا وزملائنا اللي هما عندهم التعليم يقري عنده سالير نتاعو هذاك شهريته وعنده هذاك معناها مزيد صحه وفرحه ماهيش مشكله، لكن ما فماش تنظيم للقطاع. زيد احنا ملي تاسست وزاره الشؤون الثقافيه ما فماش قانون الفنان، ما فماش تغطيه اجتماعيه بالنسبه للفنان. تخدم تصور كما قلت لك، تخدمش ما تصورش، ما تنجمش بعد ساعات عندكش الامكانيه انك باش توفر الفلوس اللي باش تصبهم للضمان الاجتماعي للسي ان اس اس. السي ان اس اس ما تصبرش عليك، لكن الدولة من جهة أخرى معناها من ناحية أخرى ما تخلصكش في وقتها، أما فماش بيناليتي بالضبط. وأما سي ان اس اس ما تخلصهاش عندك بيناليتي، عندك خطية معناها ريت الظروف هذه كلها حبينا معناها نناقشوها، لكن للأسف حنا أنت كما ترى أنت وزارة الشؤون الثقافية هذه المرة الثانية عندنا وزير بالنيابة، معناها كأنها وزارة منسية للأسف في الدولة التونسية. عندك صارت لنا مع وقت الدكتور خالد الزيدي قدم استقالته، جانا السيد حبيب عمار وزير السياحة قعد مدة هو وزير بالنيابة، تسيير لا قوانين لا فما استراتيجية لا برنامج. توا عنا ملي وقعت إقالة وزيرة الثقافة السابقة فما وزير التعليم العالي هو بالنيابة توا يمكن عندها 4 شهور ولا قداش، لكن وزارة التعليم والتربية وقت اللي وقعت إقالة الوزير من تغدوة سبحت فما وزيرة تسميت، احنا لا مهم برشا انه الثقافة ما تكونش منسية. منسية اليوم جمال سيسي جاء نرجعوا توا بشوية بشوية باش نحكيو برشا على الفن، على الوسط الفني، باش نحكيو برشا على مسيرتك، باش نحكيو زاد على رؤيتك للفن في تونس، للتمثيل في تونس، للأعمال اللي موجودة في تونس. لكن نيجي نرجعوا توا من الأول ونحكيو على جمال سيسي الطفل. كيف كانت طفولة جمال سيسي؟ كنت مشاكسا. به أي نوع من المشاكسات؟ مشاكسة حتى نولي نمرج أنا أكل ركيك. تفكر حاجة هكا مثلا ما نعرفش تنساش قعدت في بالك من المشاكسات؟ ما تفكرش معناها المشاكسات، ما كنت معناها مشاكس سواء كان في الحومة معناها ولا في الدار معناها، كنت خاطر نضحكهم نقلد برشا، نقلد الوالدة ربي فضلها، نقلد الوالدة الله يرحمه، اخواتي العائلة نقلد لهم هكاك. حتى لين من بعد بديت فهمتي، حتى خذيت السيزية مشيت نقرا في الصدقية العام السنة الأولى في الصدقية، فما معناها تقريبا أسبوعين نزل والد معناها فهمتي كيفاش؟ نعم اللي هو جمعتين ديما استدعاء ولي. إي ديما عندي استدعاء الولي على خاطر مشاكس ومصايبها معناها هكاكا. حتى لين في العام الثاني وقتها فما توجد عاود رجع النادي المسرح، وجاء سي حمادي المزي وقتها هو ربح من التربص نتاعو من فرنسا بعد التكوين في السي ادي. تنمينا مجموعة هذه منهم شخص توفى اللي هو شوقي الماجي الله يرحمه، وتوفيق الورتاني اللي هو اخوه من الورتاني الله يرحمه. ومن غادي ضربنا الفيروس نتاع الفن هذا وقتها بديت نهدى شوية خاطر وليت فما طاقة معناها هي معناها وليت كاناليزي شدت نيتها كاناليزي فما المسرح. أنا نادي المسرح نهار الجمعة ومن غادي انطلقت من بعد المسرح الهوات وبدأت المسيرة. وهنا معناها فهمتي النقطة المهمة بالنسبة لي أنا هي النوادي والقرب حتى في دور الثقافة والنوادي في دور الثقافة، راهو تنجم تمنع برشا ناس من برشا أشياء وتعقل. حسن منعتك النوادي جمال سيسي في مرحلة معينة؟ لا منعتني، لها نسكن في المدينة والحومة اللي نسكن فيها أنا حومة كما يقولوها حومة سخونة فيها كل شيء معناها اللي ممنوعات كلها موجودة فيها، بعد جامع الزيتونة والخربة والصباغين وبجديد والحجامين معناها الحومة هذه كتصور أنت معناها كنت نجم كون نمشي في ثنية أخرى. عندي زملائي أنا ولاد حومتي مشاو في ثنية أخرى خايبة، كان جات فما دار ثقافه ولا دار فما دار معناها ديزاكتيفيتي في القرب في اللحوم بالضبط تنجم تمنع الناس باش نعرفوا في دور الثقافه والفن بصفه عامه فهمتي دوره في الحياه. العائله كيفاش تقبلت فكره انه جمال سيسي اليوم يختار القرب اقترب هكا من الفن من التمثيل، حب انه خشبت المسرح خاطر انت كما قلت وشبات بالفيروس؟ وي معناها هذاك هو نجم نقولوا معناها يصيبك وما عندكش في عليه حتى سلطه، لكن شنو كانت الرياكسيون نتاع العائله جمال؟ العائله الوالد الله يرحمه نصحني باش نقول ما نمشيش في الثنيه هذيك على خاطر هو كان مستشار ثقافي في بلديه تونس وكان في علاقه معناها تقول انت شبه مباشره بفرق مدينه تونس وعنده اطلاع على الكواليس يعرف الوضع نتاع الفرقه وماذا به معناها لا
مش ما كان مش متشدد ما نعملش مسرح. كانت نجم تقول مثلا شنو السبب ليه؟ يقول لك مثلا ما نعرفش، يقول لك ثنيه ما توصلش. ما قاليش ثنيه ما توصلش، ما قال لي فيها برشا مشاكل، وعلى اساس انه معناها فهمتي هو قلت كان هو كانت للاسف نقولوها معناها كانت فما تقارير معناها حتى الممثلين في بعضهم معناها توصل للبلديه فهمتي كذا، يقول لك يا اخويا التقرير معناها كي تشوفه فهمتي دي رابور معناها في صاحبه يعمل في صاحب رابور معناها يكتب تقرير على صاحبه للسلطه وقتها. وكان زاد هو رئيس الوفد نتاع فرقة مدينه تونس لبغداد وقتها، كان المنصف السويسي مدير فرقة مدينه تونس وحدث مع هو معناه، وكان شاهد على بعض الاشياء اللي صارت في بغداد والناس تعرف معناها فهمتوا شنو اللي صار مع الالمانه فهمتي في الوقت هذاك معناها فهمتي تضييقات لا مش تضييقات لا صارت عركه ما بين المخرج نتاع المسرحيه وممثل، والمخرج عطى الممثل دماغ فشخلو خشمه معناها هاك والله العظيم معناها روح الممثل روح بجبيره من العراق معناها فهمتي يعود يروح بجائزه روح بجبيره يحدث هذا وهذا وهذا راهو انا تو الكلام نقوله انا راهو الناس بعد ساعات يقولوا فهمتي لا هو هذا تاريخ كيما تاريخ البلاد الكل فهمتي ما قعدش كتابته خاطر تكتب بقلم بركه يلزم تكتب ما يسالش هذا صار تاريخ معنا نحرفوه ونقولوا لا والله كنا في الورود ولا أصحاب وكلنا ولا ما صارت أحداث معنا للأسف صحيح. أنا مش لدي معنا في توثيق في تونس. طفولتك جميل سيسي شكون كان عنده أكبر تأثير عليها؟ العائلة الكل، أخويا الله يرحمه الفاضل اللي هو أكبر مني وكان معنا عنده درجة من الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي، كان يقرا برشا يكتب الشعر، اختي سعيده، بابا امي معناها، حتى اخواتي الصغار احنا كنا حتى في الدار عندنا فما لوجو معناها يظل يعرفوه الناس الكل لعبة الميم معناها هي الميم فما معناها العائله فهمتي فما معناها هو يجي يحب يعمل لكم حاجه بالاشارات وانتم تطلعوها وجود في نقسم روحنا الفريقين، وكان عندنا صدار في الدار في المدينه وكانت الاجواء. عنوان لطفولتك جمال سيسي؟ عنوان طفولتي والله معلش ممكن مش فما غناية نتاع الاخر ولد الحي، انا بنت الحي ولد الحي، انا فهمتي ولد الحومه معناها ولد الحي ولد الحي. الحومه كيفاش كانت جمال سيسي؟ خاطر انت حكيت لي تو قلت لي نحكوا على المدينه، كيفاش كنت في حومتك جمال معناها شنو هو البروفيل معناها جمال سيسي كيبدا متعدي شنو يقول معناها في صغرك وقتها شنيا كنت هكل مثلا؟ نعطيك أمثلة، يجي يقولك تعدى واحد ها ها وذي اللي يرقد برشا، ها وذي اللي يسهر برشا، ها وهذا الضامر متاع الحومة، ها وهذا الباندي متاع الحومة. شنيا كنت صفة تقال جمال سيسي في صغره في حومته بما عرف ما بيش تعرفت في حومتي؟ أنا كنت كي كنت صغير كنت زادة من الأشياء فهمتي، خاطر كنت نجم نكون كواري على خاطر في الحومه مثلا كانت الكنيه الله يرحمه حمادي العقربي، خاطر نلعب بساق اليمين وباليسار كنت حمادي العقربي. حمادي العقربي في الحومه معناها كانت معناها هذه جزء، وفي الحومه نتاعنا كانت فيها بارشة. هي الحومه تغيرت ديموغرافيا، تغيرت الحومه ما عادش الحوم كما قبل في المدينه، تغيرت عباد نقلت عباد مشيت. كانت الحومه معناها من كل تقريبا من كل عام، انا مثلا مولود عام 62، من 62 فما يمكن 12 واحد اللي هما ندادي فهمتك معناها هذوك فهمتي، وكلنا نقراو مع بعضنا وكلها عائله واحده معناها كانت الحومه. وكنت وقت اللي تنجم انت تمشي تدخل تروح لداركم وتلقى مثلا مرقه توبه، وانت ما تحبش مرقه توبه تمشي تدخل لدار خالتك زينه ام بالاحسن تاكل شو تقول لها امي زينه فما شفما تقول لك فما مقرونه هاي حط صحن ولا تدخل الكوجينه تحط وحدك سيتي سا معناها الحومه. وتفقدت هذه تو جمال مازالت موجودة؟ أكيد مازالت موجودة في بعض الأحياء، في بعض الأحياء أكيد راهو موجودة، خاطر ديما فما الأمل، أكيد راهو مازالت موجودة، ومعنا فما ناس تسمع فينا يقول لك إي والله توا مازالت موجودة، ما إحنا على خاطر أنا في حومتي ما عادش موجودة، مش معناها الحومة مشيت، العباد تبدلت وفما ديار ولات، فما ديار ولات مع خاطر ما أنها هي منطقة سيدي علي عزوز والخربة اللي هي توا ولات سوق وقريبة البومندير وكل الجو هذاك، الديار ولات دبوات. فما ديار تاحت ولا تحوانت معناها تغيرت تبدلت ما عادش فما الحومه نتاع هذيك اللي نعرفوها. باهي عندي ليك جوج جمال سيسي ومن بعد نرجع باش نحكيو على حاجه مهمه في حياه اي فنان الا وهي الحب. باش نحكيو على الحب في حياتك كيفاش كان جمال سيسي منذ البدايات الى يوم الناس هذا، بطبيعه ما غير ماهيش اسهل باش تكون محجره ونحب نطمنك معناها انه الحمد لله يا ربي. ايش نعملوا جو؟ فرضا باش يكون عندك عمل قواعد اللعبه كالاتي،
باش نقول لك اختار عمل تحب تعمله، تختار يعني يا مسرحية يا فيلم يا مسلسل، ومن بعد كل مرة باش تختار شكون الممثلين شكون القصة وكذا، وعندك الحق تختار روحك في مركز واحد من المراكز الكل، يعني يا تكون يا فيها يا ممثل يا مخرج. عمل به عمل لجمال سيسي، شنو تحب تعمل جمال سيسي مثلا؟ هاك نقول لك هاي انا تو منتج نعطيك برشا فلوس، تحب تعمل فيلم عودها نعطيك برشا فلوس، هي هي تحب تعمل مسلسل والا فيلم والا مسرحيه؟ نعمل فما عمل معناها انا بديت قدمته قبل الوزاره الشؤون الثقافيه ورفض، اللي هو العمل اسمه مبني معناها من القصيده نتاع علي الدعاجي عاش يتمنى، عاش يتمنى. عمل مسرحي قدمته ولا فيلم؟ عمل مش مسرحي، عمل فرجوي كبير قدمته على بويزمو معناها شويه فلوس. عاش يتمنى اسمه، عاش يتمنى، وهو من المستوحات من عاش يتمنى في عنبه ما جابوا له عنقود. وفي انواع الفنانين اللي كتب عليهم علي الدعاجي، المصور الموسيقي الملحن الشاعر الممثل، وفهم فيهم الاختصاصات الجديدة، فهمت، مخرج سينمائي للفيدياست يعني الحاجات اللي توا جديدة، عرض فرجوي الشامل يعني، عرض فرجوي فيه برشا. أعطيني أسامي متاع ثلاثة ممثلين تحبهم يكونوا موجودين معك. وبالطبيعة ثلاثة ممثلين مش معناه كما نسميوش عبد آخر، أنا معاهمش، نحاول نتأكد. أول ثلاثة أسامي يجيو في مخك، ثلاثة ممثلين، ومن بعد نجيو للممثلات. أعطيني في الممثلين شكون عندك؟ في الممثلين تتمنى ساعتي المخرج ساعة تحب ولا تحب تمثل في العمل؟ لا لا نعمل الاخراج بيه. انا كان نعمل الاخراج ما نمثلش، وكان نمثل ما نعملش الاخراج. جربتها مره ونصحني الله يرحمه عبد المجيد لكحل، وهو كان في لجنه وقتها لجنه السنسور معناها مش لجنه توجيه المسرح، اللي اسمها لجنه توجيه المسرح في وانا كاتب النص والاخراج ونمثل في المسرحيه، قال لي جمال ننصحك راهو اعمل اخراج ولا مثل في العمل، خاطر تيورسان تولي كان مخرج وتشوف معناها مخرج وتشوف الممثلين مثلوا بالقدا زعما ولا لا. قال لي عملت جربتها مره وبطلت انا عمل. اذا فرجوي عاش يتمنى، المخرج هو جمال سيسي، ثلاثه ممثلين يكونوا معك. سلاح مصدق، هاي جمال مداني، وثالثهم جمال مداني سلاح مصدق، شكون الثالث من زملائك اللي خدمت معاهم يمكن قبل في اعمال سابقه، اصدقائك من الميدان؟ لا لا ما نشوف. علي بن سعيد. علي بن سعيد به ثلاثه ممثلات يكونوا في العمل هذا تحب انك تشوفهم تحت اشرافك على الركح، تكون انت المخرج. ثلاثه ممثلات من اي زمن تنجم تختار؟ فما ساعه ايناس الحفيظي، ليلى الشابي، ودليل المفتاحي. معناها هذوما اللي اختيارك اليوم هما ثلاثة ممثلات تتمنى يكونوا؟ ثلاثة ممثلات. عمل كيف هكا جمال سيسي؟ وانت حكيت وقلت قدمته معناها لوزارة الثقافة ولم ماخذاش الدعم ورفض، هل تخاف يوم من الايام تقول انا عندي عديد الاحلام وعديد المشاريع نحب نقدمها وقد يحالفني الحظ ونقدمها؟ فما لحظة الخوف هذه جمال انه الافكار تقعد مجرد افكار؟ هو الافكار هي برشا، الافكار مال طريقة التنفيذ هي المشكلة، هو مال المال قوام الاعمال، ما تنجمش تلم مجموعة. انا فما مسرحية معناها نرجع بالتاريخ 2019 مسرحية النص نتاع حافظ محفوظ عملته دراماتورجي معناها ايناس الحفيظي، خدمنا المسرحية باش خدمناها خاطر وقع رفض الاعمال، زوز اعمال معناها في دورتين عامين يقع الرفض من وزاره الشؤون الثقافيه. 2019 جيت خدمت في فيلم فرنساوي ان ديفون تونس، هذيك في تونس، وفي بالي اللي باش نخدم من بعده فيلم نوره تحلم مع هند بوجمعة، هذيك في تونس، المنال العبيدي اللي هي تونسيه اللي مقيمه في فرنسا. عندي كل طرف فلوس، لميت مجموعه اللي هما يحيى الهملاجي وهنا الوصلتي وإذا صلح فيذي ومعايا التقني، وخدمت المسرحية بفلوسي. المسرحية هذه حتى كي جات اللجنة بتاع المشاهدة باش وزارة الثقافة تاخذ لك العروض، يعطيك الصحة وعمل جيد عمل جيد، ما هو فما ملاحظات والحسب الملاحظة ثم معناها قديش الكمية بتاع العروض اللي ياخذوا لك بالضبط، فما معناها قريب من الحسن مثلا ياخذوا لك 10 عروض، حسن 15-16، حسن جدا 20-21 عرض. معناها سألوني، حتى كي سألوني أنت العمل هذايا
معناها مدعوم، خاطر تفرجوا في أعمال مدعومة في وقتها وأعمال معناها حالة. جاءوا المسرحية هذه معناها إنتاج ذاتي، شافوا المسرحية. كنت ننتظر أنه فما إنتاج ذاتي، فما تشجيع من طرف اللجنة أو من طرف الدولة، معناها على أساس أنك عملت وحدك بفلوسك خدمتها. حسن، المسرحية هذه هي مسرحية الساحرة، نص حافظ محفوظ، شاركت في مهرجان مسرح الطفل العربي في الأردن في سبتمبر الفارط 2023، فما 10 جوائز في المهرجان، روحنا بسبعة. مهيري هو لا استقبلونا في المطار، لا تاب تكلمت علينا، لا معناها، وهذه ديما معناها تقول شنو شكون باش يسمع وش كيفاش باش تعرف التوانسه انه فما مسرحيه كيما هكايه. وخذات التوانسه جابوا 7 جوائز، جوزت احسن ملابس، احسن توظيف موسيقي، احسن ممثله مناصفه هنا وسلاتي وينصلح فيدي، توظيف موسيقي للطفي عمار، احسن اخراج جمال ساسي، احسن نص حافظ محفوظ، جائزه العمل المتكامل. هذو 7 جوائز. نفس المسرحيه صدعتنا المغرب، روحنا ب4 جوائز زاد كيف كيف. معناها انا نولي نجري وراء معناها تقول انت وزاره الثقافه بربي اكتبوا لنا التهنئه. توجعك جمال سيسي انك تلقى ريكونيسونس خارج تونس وفي تونس ليه؟ اكيد اكيد توجع، خاطر انت تقول انت انا شكون نخدم انا وحتى كي خارج باسم شكون؟ انا كي نطلع على السن وقت اللي يقولوا يعلنوا على الجوائز وكل واحد فينا يطلع على الركح باش ياخذ السلم الجائزه، شنو يهز معاه؟ يهز مع العالم تاع تونس. نلعبوا على الدراب، واحنا راهو كيما الفوتبول وكيما الجيدو وكيما الكاراتيه نلعبوا على الدراب وماشيين باسم تونس. احنا وزاره الثقافه مشكوره هي توفرت لنا التذاكر نتاع السفر، اوني بري اون شارج، معناها غاديك هما معناها يتحملوا مسؤوليات يتحملوا معناها يعتنيوا بينا الاقامه كذا المده والكل، لكن هما فهمت احنا قدمنا المسرحيه نتاعنا. احنا شاركوا في مهرجان في 6 و7 و10 بلدان، معناها وانت تروح ب4 جوائز على 7 ولا تروح ب7 جوائز على 10 تريد تقول هي علق لي. لا فهمت يا خويا، في معتيره الاخر النجم يجيب ميداليه ذهبيه، مبروك عليه ومبروك لتونس يا خويا. 40 مليون مش معناها انا نحب، اعطيني يا 40 مليون واعطيني، فما سيت ريكونيسونس او موا معناها معنويا، انه كي تكتب عليك التاب قداش فما مثلا منخرطين فيها، معناها اللي زابوني نتاعها تولي في العالم تتسمع. وانت شنو تحب انت؟ مش معناها حكيت انا فما مسرحيه تونسيه وقت اللي انا تو نحل نلقى مثلا انت تحل الانترنت تلقى مثلا على المسرحيه وقت اللي شاركت في الاردن تلقى تقريبا 8 ولا 9 معناها صحف في الشرق كتبوا على التتويج هذا. في تونس تلقى كان على معناها شويه فهمت معناها التوانسه معناها كتبوا اللي معناها دي واحد تقول انت كعبات وكهو تولي هالاعتراف هذا. الور انا كي باش نخدم وتقول انت كيما تقول انت معناها حكايه تحس في نفسك والافكار، معناها هذا هو السؤال، انه وقت اللي تقدم ملف بعد ساعات فما اللجان لجنه انت اقوى منها، فما اشخاص في اللجنه انت اقوى منهم، تولي تتساءل من يقيم من؟ معناها سامحني انت معناها مش باش نحكي على روحي، معناها دليل المفتاح يتقدم ملف ويجي انسان معناها عنده قال الاخر درج تجربة ودرج معرفة بالميدان يقيم في العمل نتاع دليل المفتاحي الملف هذا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هل الميزانية نتاع وزارة الشؤون الثقافية بما فيها ميزانية معناها للمسرح ميزانية ضعيفة جدا جدا جدا. يعني كي تشوف كل وزير يجي يقول شبيكم يخسر بجوعة المسرح، حتى في المسرح الحلقة الضعيفة. صحيح المسرح ديما خلينا نقولوها معناها ما يتصرفش عليه برشا، ماهوش اللي يجبد الناس، معناها نحكي معناها الناس اللي تحط فلوس معناها لهنا، هذيك المشكله هذاك واقع اليم ان شاء الله يتغير. احنا مازلنا باش نكملوا نحكيو، مازال برشا حاجات باش نحكيوها. ما قبل ما نسالك على الحب هات نسمعوا حاجه من الموسيقى اللي كان يسمعها جمال سيسي في صغرك. يعني مازلت صغير انت؟ مازلت طبعا مازلت مراهق؟ صغير منك انت تقول انت مازلت الطفل ولا مازلت المراهق ولا مازلت الشاب؟ هو الطفل في 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 جو في كل كهل ينام الطفل. كيف مادام نحكي عن الام نحكي عن الحب جمال؟ طبعا مصدر الحب الاول. طبعا خاطر قبل ما نبدا نسالك على الحب في حياتك نتصور نبداو بالسورس معنا. السورس هي الام، ربي يفضلها، ربي يفضل كل ام، كل واحد فينا في العالم الام، ما فماش بخير من الام. هذيك من غادي نستبدو معناها اولى تجارب الحياه. بيان سور طبعا، شو واحد امه هزته 9 شهور ورضعته وكبرته
ذات بيها فما حاجه خير من الام هي فماش إيه. البوي نجم يكون اربعه خمسه ب الام واحده الام واحده كيفاش اربعه خمسه هي هذه تاع حكايه اخرى تنحكي لك من بعد ب هل تتفكر اول قصه حب في حياتك حب الطفوله راه معناها نحكيوا لنا كلي صغير حبيت بنت الجيران حبيت زميله الدراسه حبيت الزميله في نادي المسرح اكل الحب البارية هذاك نتاع الطفوله نادي المسرح كنا ذكوره بركه احنا كنا واضح دونك كنا ذكوره فهمتي ولاج الباشا واحنا نكملوا نقراو فهمتي في عندنا الركروز عندنا فهمتي القاعه فهمتي نقعدوا فيها في كيما لوفيه خاطر في الصدقي اي احنا نفسه من غادي باش نبطوا نادي الباشا باش نبزوا باه دونك انا بزنس مالم علاش مثل في فيلم بزنس انت بزنس مثلت في بزنس خليك بزنس كيفاش كانت وقتها هل كان جميل سيسي رومانسي وكنت فما يقول لك انا كنت محبوب ياسر من الفتيات فما يقول لك لا دونجيون فما هاي فما انت شنو كنت شنو فما شكون اللي جاي قال لك كنت محبوب برشا والله ثم هاي برشا يقولها كازانوفا برشا في زملاء اكيد الفنانين والممثلين اكيد تعرف شكون كان هكاك في صغر انت كيفاش كنت جمال كيفاش كنت الحب وقتها نحكي راه باش نخلط لك راه وجيك للنضج الحب ما تتذكرش حاجه قبل هكا نتفكر شو ما نتفكرش مثلا في الحب كان واحد ما ذكرش في الحب غادي يسكر الحانوت شنو هو تفكر؟ نتفكر لي انا كنت حشام برشا كنت حشام برشا ونحب في قلبي ونسكت حب من طرف واحد هذا مش من طرف واحد حتى قلبي في بالوش حد ما في باله ليه حتى حد ما في باله تحب تبدا تغزر تغزر اول مره عبرت عن حبك جميل سيسي اول مره عبرت عن حبي بنت حومتي الله يذكرها بالخير حبيتها وكانوا يعرفوا معناها فهمتي في الحومه اللي هذاك فهمتي قصه حب قصه حب جميل سيسي هذيك اول مره معناها فهمتي في تقول انت في عقاب المراهقه مش في اول كيفاش كانت؟ كيفاش مثلا المواعيد الغراميه كيفاش كانت؟ مواعيد الغراميه المسرح شنو كاين مثلا تهز هكا المسرح تفرجوا مسرحيه تفرجوا في فيلم تفرجوا في مسرحيه لا في فيلم مره تفرجنا في فيلم خاطر كي احنا تو نسكن في المدينه نجا مع الزيتونه هاي ومعناها حتى كي باش تمشي فين باش تمشي كيفاش كانت اللقاءات العاطفيه ولا من بعيد لبعيد؟ لقاءات فهمتي مش شباك تقابلوا باش تحكيوا تقابلوا من بعد في واحد يا اما وقت اللي مال الدراسه وقت اللي يجي الصيف تولي وقت المغرب تظلم شويه الدنيا تخرج تشوي خبز هذيك المواعيد فقط هذيك اي المواعيد فقط ولا من الشباك ولا عندنا فهمتي المرسول اللي يهز جواب فهمتي توحشت وكي وكي سيتي سا كنت تكتب جوابات جميل معناها طبعا بالدارجه ولا بالعربيه؟ عربيه تتذكر؟ لا ما نتذكرش كان الذكر لما كانت عندك القريحه معناها كنت تكتب مليح معناها قبل من قبل كانت عندك هكا مش انا نقول عندي قريحه مسرح ما كنت لا خاطر مثلا تحس فيه اللي انا تو مسرح معناها ليه 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 معناها مثلا ثم عبيد مثلا هذه صغر ما نحكيش في كبر هذه في صغر ثلاثة قاع يكتب بجواب مثلا في كلمتين ثلاث معناها هكا احبك انت حبيبتي من تيليجرام عرفتك اي هكاك فما اللي يبدا يشعر ويبدا يكتب لها في الاشعار يغني لها حتى معناها فما ناس هكاك قبل كان قبل ما كانوش كيما لي ريزو سوسيو تو حط لها جيم حط لها جدور اي قبل قبل الجيم والشباك راه يغزر لها هكا هو معناها كل الوقت وقت انا نحكي لك معناها في اخر السبعينات اوائل الثمانينات هذيك هي معناها كيفاش كنا معناها باش تمشي الفيلم قلت لك انا معناها احنا حومتنا بعد جامعه الزيتونه لا جامعه الزيتونه معناها وقت اللي باش تخرج انت من جامعه الزيتونه تخلط حتى تقول انت للتي جي ام كلها فما ولاد حومه يمشي ويجي وكل مع لورم فهمتي ما تنجمش برشا عينين برشا عينين فين باش تمشي تمشي للبلفيدير موجودين ولا قلت لك الحومه كانت عامه كنت تعمل جميله كنت تعاني معناها كنت فما معانيه في الحب الناس ما عادش تعاني اخي قبل هذاك هو الحب هكاك كان من بعد هاك تحلت شويه فهمت فما بو البومات هاي البومات معناها نهار السبت العشيه معايا باش نمشي كي شباب هذاك هو قبل ما كانتش ما تنجمش فين باش تقابل واحنا قلت لك نسكن مش مثلا نسكن في حي بعيد على السونتر فيل نسكن معناها بعد السونتر فيل خطوه تقول انت تسكن في راس النهج راس النهج بولد الحومه هاك من غاديك بيوم بعد الفتره هذيك كيف كان الحب في حياه جمال سيسي؟ الحب كان في وسط الفنيه معناها حب عابر
ما تتصور بعد ساعات إنسان يبدأ يحس روحه أنه يحبه يظهر على نجم تكون مجرد وهم معنا في بالك أنت تحب أما مش حب ينتي سميته وهم أما هو تنجم قال ليش سميه طيحت كبد وسعد وهم عشق قلت لك سميه هو سألت وهم مش العشق أكثر من الحب العشق أكبر هي مثير شحنة في تونس الحب والقوي نحن في تونس أحنا هريت القواعد العشق قواعد العشق الأربعون في تونس جلال الدين الرومي نحن فهمتي في تونس نقلبوه الحب أقوى حاجة هو خلينا من الهيام والوجد وال بيه أنا فما معناها فهمتي توفى الحكاية في ساعة فماش معناها فهمتي زوز نفوس ما يقابلوش بعضهم حتى لين قابلت زوجتي السابقة دي عرسنا وقعدنا مديدة مع بعضنا وقت اللي في المكتوب وعنا ولدي توا تبارك الله يكمل ماستر دو ريشيرش في فرنسا هاي ربي خليك سي عطيل اسمه هاي اللي هي معناها على أمه وعملها قرية دراما شكسبير أستاذة إنجليزية حتى في المكتوب من بعد أنا نعيش في الحب كل مرة كيفاش مرة الفوق مرة اللوتة ولا هذا هو الشباب شباب شباب على الدوام ما إذا كان واحد بيحبش شو قاعد يعمل في الحياة الحب المحبة يعني حاجة هذيك موجودة ديما وتكون موجودة بين شيو الجمال توي نبداو ندخلوا في الخدمه ندخلوا في الاعمال في المسرحيات ندخلوا برمي لي كومونتير نقرا فيهم على الباج رفقه تحيه لها تبع فينا على الباج فيسبوك كتبت طول معناه كومونتير فيه ثلاثه كلمات حسب رايك شنو هي ترى كي شفت الانترفيو شفت جمال سيسي شنو كتبت والله ما نعرفش ما نجمش نحي فهمتي شنو كتبت سي عبد المجيد اي عبد المجيد قمر سيدي محروس بالنسبه لي انا احسن مسلسل في حياتي في تاريخي انا في إلى حد الآن شو اللي يخليه أحسن مسلسل جمال سيسي قمر سيدي محروس ما يشكوش اثنين في تونس سواء من الجمهور المشاهدين سواء من ابناء الدومين معنا أولاد الدومين والكل كلها يعتبرون قمر سيدي محروس هو حاجة ياسر مزيانة تخلقت في الدراما التونسية كل شخصية تقريب خاطر ساعات أنا وندخل أنا في تفاصيل معك شوية ساعات فهم مسلسلات كي تفرش فيها تحس فهم أحداث برا لكن في قمر سيدي محروس وصلح لي كان أنا غلط تحس انه كل شخصيه ربي يخليك تحس انه في الكتابه بالذات في الكتابه وفي الاعمال تاع قمر سيدي محروس كل شخصيه عندها خط لدرجه انه كان تاخذ اي شخصيه من قمر سيدي محروس تعمل بها مسلسل وحده يتعمل 30 حلقه فهذا كان مميز الكتابه هذه ما عادش موجوده تقريبا معناها ما نحبش نظلم حتى حد لكن تحسها كلها بوعر تشوف الناس كل شبه على بعض لكن قمر سيدي محروس كل شخصيه كان عندها خط وانت كنت فيها سي عبد المجيد اللي مرة بعثته مامية في شري كبش 200 فرنك مش بعثتني أنا سرقت الكبش سرقت الكبش 200 فرنك وقت السمو أنا لليوم نبات في الإعادات متاع الوطنية مشي سي بكار شوي 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 أنا سرق الكبش سمو 200 200 فرنك بقول حكاية صايرت في ليزاني 40 هو فما برش أشياء تتحط مع بعضها توفر معناها أسباب النجاح شنو ذكرياتك مع العمل هذا شنو تفكر شنو اللي قعد لك خلينا نقوله في الكواليس متاع العمل الاسامي الكبار اللي خدمت معاها جمال وقتها والموندو الموندو كنت صور كان محليه أنا عندي معناها كل الزهر ولا خدمتي كل خدمة جابت خدمة أخرى خاطر سي سلاح الصيد أول مرة عرفت سي سلاح الصيد في معناها ومضة إشهارية توعوية لتبرع بالدم كان تاع شو برنامج كل يوم العشاء ماشي البنك الدم هذيك خدمه سلاح الصيد وهذيك التو معناها حتى وقتها معناها كما يقولوها باللغه تو ضربت معناها قعدت فما ايفي نتاعها من بعد سلاح الصيد خدمت معاه قبلها معناها قبل ما نعمل معاه الله يرحمه التلفزه كنا صورنا مسرحيه دونجيون خرج محمد ادريس الله يذكره بالخير وكان سلاح الصيد هو المخرج وباش يعمل اخراج التلفزي وكان يستشيرني انا مش يستشيرني يستنجد بيا انا باش نقول له على خاطر انا حافظ المسرحيه الكل كيبداو الممثلين مازالوا قاعدين يعملوا في المكياج سلاح مصدق ولا بشير الغرياني ولا جمال مداني وخديجه بن عارفه خديجه سويسي الله يرحمها يسالني يقول لي نقول له راهو يدخل منا ويعمل كذا وراه هكا وتصير الحكايه كلها لهنا الور يبدا باش يعملوا بريباراسيون حاضر غاديك من بعد مسرحيه الدحداح بشري هو زاد اللي صورها كنت انا موجود ومن بعد جاي خطاب على الباب الور سلاح الصيد كي نشوفوا احنا مثلا اعمال قعدت معناها في التو معناها يتعاودوا وعندهم نفس القبول من الجمهور حتى الجمهور الصغير اللي متوا يشوف كي تشوف انت خطاب على الباب التو
معناه يتم يتعاود وتشوف السلاح السيد يخدم هو شوف لي حل التو معناه قاعد يتعاود وعنده نفس القبول ونفس التاثير على الجمهور. فما ناس تتفرج فيه صباحا مساء. الور كي توفر انت في مسلسل سيناريو جيد فماش حاجه معناها في انت خارج على السيناريو ولا كلمه ولا نرجع لك من بعد على كلمه في انت في قمر سيدي محروس كي توفر انت التنفيذ الانتاج الله يرحمه سامحني سي نجيب عياد تخدم المسلسل في وقتها في 2003 تخدم مليار و400 مليون حاجه كيما هكا وقتها مليار و400 وسين مليار و400 تقريبا مليون المسلسل ما دخلتش مليار اي ما توفرت لا حتى خاطر الكوستيم فما حاجات جات من برا على خاطر ما عندناش في تونس يعني حتى الدبو بتاع التلفزه ما تنجمش تخدم حاجه الاربعينات لازمك تعاود كل شيء تقريبا وفما القصر نتاع باردو قصر البي نتاع باردو اللي قدامه الكل كونستركسيون الكل بني هذيك الحومه حدوت الززار واللي قدام كلينيك سويلح الكل كله ديكور كله ديكور الور كي توفرت الظروف الكلها وكاستينج باهي اخراج باهي معناها السيناريو جيد الور جاء النجاح. فما معناها كي نقول لك انا مثلا علي الويتي يطرز مش يكتب علي الويتي مثلا فما مشهد فيه الله يرحمه وسيم محفوظ يجي يمد المشموم لفتحي الهداوي يمد المشموم يقول له باش يخلص يقول له خليه هذا بلوشي علي الويتي تغشش عليه بلوشي من بعد ما تعدى المسلسل هو مش حاضر نارتهم في بلوش بلوشي ما تتقالش في وقت يقولوا ايش في ديزاني 40 ما هو تو معناها لي ديتاي يتقال ما اعظم معناتها اي ليه ما بل هالكلمه هو تنجم تقول تنجم تقول فهمتي معناها يقول له ريغال وتقول له حاجه فهمتي حاول لو ماكسيموم يكون وفي معناها وفي للايبوك المصطلحات ومفردات اللي تستعمل وقتها. انا بالنسبه لي انا فهمتي خدمه مع صلاح السيد ومع منى نور الدين مع العظيم الله يرحمه صلاح سي عم حسن الخلسي وش اسمها خالتي زنيخة أمل باكوش باكوش على كي نلقى روحي انا مع هذوما فهمتي خاصة هذوما معاهم انت لاكس نتاعك هذاك سوسيالمون اي معناها هذوما سنخلص نلقى روحي في الدار تقول كيفاش باش يلزمني نخدم وناس يسون جينيرو معناها وقت اللي تخدم معاهم من الغزره نتاعو من الحضور نتاعو فما دي زون فما موجات يبعثهم لك فهمتي يخليك تعطي ثقه في روحك باش تخدم وقتها جمال سمعني في العرض نتاعو ما كانش فما لي ريزو سوسيو وقتها شنو كان الامباكت في الشارع التونسي؟ كان تحكي لي انت كيفاش عشتوا انت واحد من تعدى ساي المسلسل اليوم تعدى قام سيدي محروس سي بون خرجت الشارع كيفاش كان الامباكت كيفاش حسيت الجمهور تفاعل مع العمل الوقت هذاك التفاعل هو معناها انا من الخطاب على الباب بديت نحس في تفاعل الجمهور تاع خطاب على الباب بعد بيت الخزاف عنبر الليل زاد اسمه ظفاير جاء قام سيدي محروس فما تفاعل نتاع الناس خاطر الشارع وكانت الناس معنا زوج قنوات كلها مركزه معنا. كلها مركزه وتتفرج في المسلسل هذاك وماش مع الريزو سوسيو والعائله تتلم وهذاك معنا بالنسبه لي انا رمضان معنا لازم فهمتي نوعيه المسلسلات اللي يقدموه لازمنا نراجعوا رواحنا نقدموا مسلسلات راهو اللي تنجم تلم العائله راهي الشهر الوحيد العائله التونسيه تتعشى مع بعض هو سيدي رمضان بالضبط بخلاف سيدي رمضان هاو كلام لاوي هاو مشى خرج يعمل في طريحه شكبه هاو تعدى يعمل في دوره قبل ما يروح والله اعلم فهمتي فيه هو قال يعمل في دوره والله اعلم بيه فين مشى هاو تعدى يعمل في قهوه الاخر شد بيته والاخرى شد بيته كونيكتي في رمضان تتحط الطاوله ونحط له طيبز خلينا نعطيه ماده للعائله يعني هذا اللي ماذا بين كانت الامباكت كبير من عبيت تتفرج كانت تتفرج وتلقى رده فعل تاع الجمهور رده فعل جميله جدا مش توا متخبي خاطر توا في الشارع كان حتى اللي ما عجبتوش ما يكلمكش ما يدورش بيك لا يسبك لا حتى شيء توا متخبي وراي كرون وممثل خدم في رمضان معناها عامله ولا انا سمعت معناها فهمتي ريت فهمتي ويحكيوا لي انه فما سبان علاش سبي يا سيد هو ممثل خدم خدمته ما عجبكش اخويا بدل القناه علاش وحتى ولا ابدي رايك بدون شتم راه وصلت يسبوا في الممثلين في والديهم في 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 عروضاتهم عيب حاجه بالحق تحزن في الفكره انه وليت ياسر سهله للتعامل بكلام جارح على وسائل التواصل الاجتماعي نلعبوا جو اخر نلعبوا تحت عنوان لحظات ما تنساهمش لحظه فرحه ما ينساهاش جميل سيسي وقت ينزاد سي عطيل ولدي اش حسيت
وقت ما نعرفش حاجه غريبه وقت اللي تحس انه فهمتي بو مش كيما وقت اللي المراه حبله اما وقت اللي تولد كي تراه وقت اللي تولد وتراه فهمتي لا ملي تسمع البكاء البكاء نتاعو ملي تسمع البكاء نتاع برشا يقولوا لحظه هكاك اول مره يكون هكا يحس بالابو يبكي بكي جمال تزغلت عينيه بدموع انا معناها زغلت معناها هكا فما كان ثم تاثر كبير بالطبيعه فما تاثر وقت تسمع فهمتي كل الصيحه هذيك انا نتصور معناها كل بو وكل ام معناها فهمتي سورتو البو خاطر البيت ماهوش موجود واحنا ما عندناش في تقاليدنا انه يدخل البو مع في على وقت الولاده لاكوشمون الور معناها فهمتي اللحظه هذيك ما نجمش ننساها بالكل في لحظه حزن ما ينساه جميل سيسي فقدان خويا اللي معناها هو 3 جانفي تعيش وترحم 3 جانفي 84 ما سمعنا كان نهار 4 جانفي هو مرتين حاجتين معناها 4 جانفي في القايله تقريبا مع مساتين سمعنا واللحظه الاخرى اللي تحزن الوقت اللي تدفنوا وفي نهار عيد ميلادك نهار عيد ميلادي معناها جات السبت 7 جانفي نهار عيد ميلادي نهار اللي دفن خويا معناها كانت لحظة مول ما أكيد ما كانتش نجم تكون صعيبة نصور جمال في الوقت صعيبة أكيد صعيبة على أخوك أصغر أكبر منك بعامين أنا كان لهنا يني بلو لا ما تختف واللي غيظك أكثر أنت قلت قبيل أنه كان عنده تأثير على حياتك عنده تأثير علي وعنده تأثير حتى معناها فهمتي على الحركة الطلابية وكان ناشط سياسي في حزب الوطني الديمقراطي معناها حتى قبل معناها ما يتوحد واللي يتغيذك أكثر اللي هو مثلا شخص معناها ينجم يكون الله يرحمه من الناس اللي ماتت الكل ولا يصبر عائلاتهم لكن أنه إنسان يموت برصاص تشريه بفلوسك أنت في بلادك أنه إنسان يموت برصاص أنت شاريه فلوس الشعب التونسي وهذه ديما نحب أنا ماذا بيه نقولها للتونس الكل ما عادش نقولوا فلوس الدولة فلوس الشعب راي الدولة ما عندهاش فلوس هذوكم فلوسنا احنا عند الشعب وحتى رئيس ما يجي البلاد يعمل علينا مزية يجي يقوم بدوره كرئيس يخدم خدمته نخلصوا فيه باش يخدم كما انت قاعد تخلص كما انا نقدم خدمة نخلص معناها انه تغيظك وقت اللي اخوك يموت برصاص رصاص مش في حرب مع عدو برصاصنا واللي قتله ما غادي تونسي هذه اللي تغير الله يرحمه وينعمه تعيش وترحم نكملوا في اللحظات لحظة فخر حس بها جميل سيسيا كما ينساهاش والله حبيت نحسها في تونس لحظة فخر وقت اللي خذيت جايزة أحسن إخراج في الأردن معناها في سبتمبر حسيت معناها بالحق خاطر في تونس فما معناها عنا الله غالب ربي يهدي وربي يشفي النفوس المريضة عنا ديما تحقير لبعضنا للتوانسة بصفة عامة تيشكون هو وشنية كذا وشنو عمل وش عملتش وما عملتش كذا كذا وقت اللي تخرج لبرا تحس بقدرك أكثر وقت اللي تاخو جايز أحسن إخراج في تونس معناها الناس تيشنو يا أخي توا اللي مخرج جمال مداني مثال مش نحكي حتى على روح أي علاش ما يجربش وعلاش يغلط ويغلط وينجم ويخطئ ويصيب الكاريير تتبني حجرة حجرة بطبيعة أخي الناس عملت أعمال وحتى الكاريير معناها بخلاف الكاريير خليه يجرب ما خليلكش بلاستيك ما قلقك شو اللي قلقك الوقت اللي تعمل أنت في تونس تبدأ فما معناها فماش اعتراف معناها بقول أنت بالحق على أن نعطيك إكزامبل تو أنا معناها من 2004 2004 2003 2003 من 2003 2004 عملت أول إخراج مسرحية ريحة الريحة في تبارك الله 21 سنة تو على 21 سنة مؤخرا حبيت أن حاجتي تضحك الحقيقة البيروقراطية حبيت أن بطاقة الاحتراف نتاعي نزيد فيها ممثل مشيت على اساس انه قلت ممثل ومخرج مخرج زيد فيها مخرج انا كنت عامل تقريبا 10 مسرحيات فهمتي يا قالوا لي لازمك تعمل الورقه قلت لهم الورقه لشكون قالوا لي للجنه تو معناها معناها تو انا الرفيق كان انا الرفيق ونعرفك ونقول لك جيب لي شت حياه وجيب لي ما يثبت لي انت انت غريبه سي ابسورد تنحكيوا على الحكاية هذه بالذات ما عندي لك سؤال في الاخر نحب نختم بيها مقبل خلينا نكمل لك في لحظات ثم لحظة ندم عشتها قبل ثم حاجة ندم عليها جميل سيسي ما ندمش ما تندم على شيء حياتك لو تعودها من الأول تعودها كما هي لا معناك باش نعاود نولي يمكن فما خيارات أخرى ولا تصرفات أخرى ولا خيارات أخرى حياتية ولا فنية
فنية لا فنية فنية عملت معناها الحمد لله يا ربي معناها نحمد ربي على الثنية اللي عملتها خاطر وقت اللي أي إنسان خدمت معاه بصفة عامة يحب يعاود يخدم معايا يعاود يعيط لي خدمت برشا مسرحيات أنا جوي لا شانس دو بعد قليل خمس نخدم دو ترافايي دو جوي افيك محمد الدريس سور سان في زوز مسرحيات وهو ممثل معايا كون انا مساعد مخرج محمد ادريس لكن محمد ادريس ما عطانيش مساعد مخرج محبه في عينيا ولا في من بعد من 88 من مسرحيه عايش شكسبير 88 98 في 2008 محمد ادريس قال لي توا تنجم تعمل مساعد مخرج بعد 20 سنه وانا نتعامل معاه تبارك الله ابري 20 طون دو ترافاي قال لي توا تعمل مساعد مخرج معايا وهذاك شرف لي عايش فرح برشا اكيد اين وجدت اللحظه هذه بتبيع لحظه فكرت فيها في الاعتزال نعم وهذه فهمتي مش لحظه هذه تقريبا كل يوم تجيني الفكره كل يوم جميل سيسي يخمم يعتزل الفن يوميا على خاطر شو السبب مثلا اعطيني اقوى مره كي جي جميل سيسي روح للدار حل باب سكروا بالقوي قال لك انا ما عادش نحط ساقي في الدومين هذي تذكرها وصارت لك حاجه وهي اللي حركت لك الفكره هذه لا انا اللي هي الوضعيه هي بيدها للاسف الوضعيه هي بيدها معناها فهمتي خاطر هذه صارت اختي حب خممت في الاعتزال وهبطت قلت انا نكمل الالتزامات نتاعي وقتها في مثل الكورونا سكر الدنيا نكمل باش نكمل الالتزامات نتاعي مع الناس اللي انا نخدم معاهم وما عادش نخدم مسرح خاطر حتى نقول لك انا حاجه انا مثلا عندي شركه انتاج مسرحي شوف لو سيركل فيسيو اللي نعيشوا فيه يلزمني نخلص القبازه باش نمس تصب الوضعيه الجبائيه مساوات باش الفلوس نتاع العروض اللي خدمتهم انا تتصب انا ما عنديش فلوس باش نخلص القبازه على خاطر الفلوس اللي عندي صرفتهم باش نعمل العروض نتسلف نخلص القبازه تتصب الفلوس دور التعب رجع تعاود تجيك كثر فلوس تمشي في بلاصتها ومراو العباد تصير تتصور قالوا ممثلين في تونس راهو عندنا سالير اغلبيتها مع الناس سالير ما عندنا حتى ضمانات ما فهمش راهو من الممثل المخرج اللي يقول لك نعمل مشروع هذا الواقع هذا الوضعيه هي توا انا اعطتني وزاره الثقافه معناها خذت لي اربع عروض الاربع عروض منهم زوج عروض عملتهم توا القباضه مش خالصه خاطر القباضه خلصت جزء الاخر ما عنديش باش نخلصه إذا كان أنت تخلص القبضة ما تخلصش الكريم تاعك وهلو مجر وديما لو سيركل فيسيو هذي بسرعة جميل سيسي آخر سؤال حوار ممتاز وفرحان برشا اللي أنت كنت ضيف اليوم جميل سيسي تلقى الحوار كامل على باش فيسبوك مزيكا فهم بسرعة التكريمات كي تسمع كلمة تكريم ضحك انا عملاول عملاول يضحك التكريم يضحك لي التكريم قلت عملاول صلاح مصدق عمل المر بذولي قلت عملاول مشيت تلاقيت طلعت قلت له راهو التكريم راهو ما عادش تعطيني ورقه وهذا عندي حيط معبي شهاده وانا في قاعة توسيمي من طرف وزاره الثقافه وقاعة عندي شهايد هذوما الكل ما يوكلوش الخبز التكريم وترجم معناه يكون صغير وكبير على ما قدمه مش كبر وينعطيوه التكريم راهو في العالم بالفلوس قلتها انا في حضور وزير الثقافه وقتها راو التكريم مش بشهادة تعطيني شهادة هي زينة مش شهادة بوضعية جيدة وممتازة للفن تكرموا أعطيه فلوس يضمن حياته وأنه بشي يخدم يعمل مسرح يعمل فن جميل سيسي شكرا لك عفوا الممثل والمخرج المسرحي وإن شاء الله ديما نشوفوك ونفرح كي نشوفوك ونفرح بحضورك قل لي نجيك نقول لك مرسي بوكو جميل سيسي تلقاو الانترفيو كاملة على الباج فيسبوك بتاعنا موزيكا فيم زر على شان يوتيوب موزيكا فيم